ايديها وين؟ قروب ورقلة محمد بوديا صديق كاين ستخن او يجبد عين مران شرف عجبتنا محمد امين تيلبي مشارك فريق ولايه النديه لكره الطائره جولوس اليوم بمناسبه كاس الجمهوريه لكره الطائره جولوس نظمنا هذه المسابقه في ولايه النديه هنا لعبنا مع عباسنا ربحونا عباسنا 3-0 خرجنا معهم 3-0 و تاني بالنسبه ليا شغل انا اصغر واحد بالمسابقه هذه كاع كبار انا هو صغير قاعد كفيهم في دومي طروا زايد دومي طروا وعندي طموح ماذا بيا ذلك نزيد نروح بعيد ونخدم مليح ونروح بعيد ثاني عيطوا لي ثاني شاركت 16 تاع ليكيب ناسيونال ماذا بيا ذلك نزيد يعيطوا لي لستاج واحد اخر ونروح ونزيد نخدم ونشارك ثاني في لي ستاج واحد اخرين ونروح ننجح بها بعيد ان شاء الله. كلمه للجمهور اليوتيوب ربي يحفظكم و دعمونا انتم ذنيك وهذا ما كان يعني الكاس الجمهوريه يعني درنا تحضير شويه بسيط ولكن الحظ ما كانش معنا وان شاء الله كان مازال بطوله اللقب وان شاء الله نراترابو واش راح لنا وان شاء الله باذن الله نعوضوا هذه الخساره ان شاء الله بالبطوله ان شاء الله باذن الله باذن الله. اللي عندكم فرضيات الله يبارك في ليكيب هل هو عمل جماعي من المده راكم تخدموا فيه؟ والله يعني المشكل انا قلت لك شويه التحضير ما كانش شويه في بجديه لغياب بعض العناصر وكذا ولكن ان شاء الله هذا الخطا هذا ان شاء الله وهذه الاخطاء هذه ان شاء الله نتفادوها في المستقبل ان شاء الله القريب باذن الله انه مازال كاين بطوله اللقب في جوان ان شاء الله وباذن الله ان شاء الله نخلفوا هذه الخساره ان شاء الله وربي يحفظكم ان شاء الله. خديم محفوظ حكم فيدرالي في كره الطائره جولوس شرفنا اليوم باش نكونوا نقوموا باداره المقابله النهائيه ما بين فريقين عريقين اللي مثلوا الكره الطائره الجلوس الحمد لله وفقنا الله باش نكونوا في المستوى الحمد لله هنيئا لكل الفريقين حاجه ثانيه انه ان شاء الله على طول الامتداد ان شاء الله يكونوا تحسين المستوى ان شاء الله ويكون هنا كانت ترابصات ان شاء الله القادمه باش يكون تحسين اللي كان شرفوا الكره الطائره الجلوس ونشرفوا التحكيم في الكره الطائره وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحه.